بنشر به. ما قلت لكم انا قيلها دائم ترى نسويها بس حاج جيك السبت. والله السبت تجيك دائم السبت. يوم قال ارجع القريه قال لو قلت حاتم ميدي ها هاش ودك نروح ابو ماجد برا قلت له خصم. وانت ايش ودك انت تبغى انا خلاص بنسحب تبغى تنسحب خلاص بنكلم نطالب ترك الدوسري من ذا المنبر بنطالبه صح. اي والله نطالب ترك الدوسري من ذا المنبر بدل واحد منك خلنا تروح برايم واحد يرجع. الله يبيض وجهك يا ابو عبد الله والله يا الله يا رب اصبر والله اقوى في وتسد اللزوم والله اجعل والديك في القلب. اقول لا اله الا الله. ترى رقمي مدشن رقم 5 بتعين ناصر القماش اكتب تحته ايضا الفارع وسلم وسلم. ناصر ناصر العلوم وايد كلام وايد بس انا صدق صدق من هنا الحين انا طالب بكاميرا عند الدولي. ليه؟ ملابسي راحت. من اللي ياخذها؟ ما بعد طاقيه ما فيش. وينها؟ انا الحمد لله عمايل 18 الجزمات الله يكرمكم 20 اي والله روحت. ها والله اني خصمك. وين راحت؟ والله يا حسين اني ما زدت ارقد حتى عمامتي جنبي معانا شوف قسم بالله امه هذا صادق والله انه صادق ترقد عمامتك جنبك تقوم ما تلقى. المشكله فيصل والله العظيم انا طالب بس تدري ايش المشكله يا حسين؟ ما تعين على اخويا ما ادري من اللي ياخذها ما تعين على اخويا والله ما عين ملابس ما تعين على اخويا حبس هاي من كله تعرف ايش احسن حاجه؟ واحد انا شفته واحد شفته اخذها ونطلها تبغى العلم هذا ونطلع اتبع العلم ما شاء الله ما يستحي لا في ناس ما تستحي صراحه زي من ما تستحي زي واحده من الشباب والله منو منو اطرش لا اطرش فاميم نفش دولابي لين قال امين والله شوف يا ريت والله العظيم بعدين يفتح الدولاب ولا يكلمك لا ولا هذا ما بكسب نهب نهب الكسب الموضوع يوصل للنهب نهب والله صدق والله صدق ما انت تتهم ما انت تتهم ما انت سجل واحد شفت عيوني عمل نفسي ميت عمل نفسي ميت شيء ترى بقى اشتحمك ما له بقى اشتحمك كله من انا من خلنا شط يا ولد انت ايه ترى بيضرب اخوه انا بيضرب اخوه شو ولا عنده مطنش مره ابعد انا مره مره اغلى عقلك مره اجنا حب البداوة فيه يا ويلي هو لا يا وهني يا وهنيك ما تعرفهم حسين حسين والله العلي العظيم حسين نخس منك اولا ملابسي ما عاد عينت اصبخك مع الكاب الكابات شريت يمكن 700 كاب ما عاد عينت ملابس داخليه ملابس داخليه توبين الناقصه عندك توبين الناقصه انت معي لا بس انا ايش المشكله ما تحصل صدق على اخوياك من اللي خذا لا يلبس شاو يروح يدشها مره تكفى يا عايض وانت شباب شباب معلمكم حاجه شوف على شباب انزرق مني حاجه اقسم بالله انا غريبه يا رجال والله على ما جاكم اني ابغى اعرف من هذا اللي اخذه الله يسرقه تعرف ايش فرشه اسنان يا رجال ما اللي بيسرق فرشه اللي ما عدم والله صح صح نافخمه شكله عنصري شكله كذا ابغى اعرف من اللي سرقها ناصر ذي صقر قدام درجي يعني ما يمدي ابو علي انا ارجع يا انا وياك واحد انا ورني يجي ذول كلهم فاضي يا ولد دقيقه اسمع علم لي يوم يوم احنا رجع 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 شف يا ولد احنا دارين حلالنا واحد احنا صبرنا 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 حسين مره قاعد بدون ملابس يا ولد عمامه والله اني قاعد بدون حلالنا واحد غير لمك خلصت منه برده ايه لمك خلصت منه تراه برده لا ما يردها ما يردها عينتها والله ما يردها ولا حسب لك حساب اصلا يعني عوادي انا وطالب بكاميرا كذا يعني عوادي عند الدولاب حقنا كذا حسين صل على النبي والله ان درجك بين ناس فيهم امان بين ناصر قماش ومساعد زاهر وصقر بن بلال انت سمعت انت في الزاوية لا ساقر لا احنا على سيد ومقابلين والله ساقر مهمين صراحة والله اني امين ابراهيم ابو فمي حسين غير الكسب ابراهيم ابو فمي لا تفتح الدرج حقه صح اقسم بالله يطلع لك هو من الدرج لا والله ايش تبغى يا انا جنبي واحد مساعد محترم مساعد لا المساعد يمر ياخذ اللبس انت النسخة هذا افضل موقف علقه بكم فيصل لا في ثانيين اوه انت طلبني بلوفر بلوفر اسمع صقر يا حسين بلوفر حسين لك الله انت لبسك تجي علي بلوفر حسين مسك ما قلت لك انا صقر اذا دخلت غرفة الدوالي دي لبس انا حاطه في راسي البس العمامه اي واحد جاي خلف نلبس عليه خلني انا خلني انا والله
في مخي يعني انا الحمد لله فريق دعمي ما قصر جاب لي كراتين يعني زيدوا يا طيب ليه ما تخاطب مخاطبه صدق هاي كلنا ندري عاد كلنا ندري جروب دعمه هلا يقول ما والله وجه جروب دعمي ما قصر جاب كل هذه كلها كيف عرف مقاسك عرفونا شلون يا اخي اذا الحين ما في بالجوال مقاس لا لا والله لا لا والله احنا والله ما في يا رجال تفصال يقيس انا صار على سالفه الاول اي هيك صار صلوا على النبي يا رجال انا اجي بعض المره حط لبس في راسي اني البسه ويجي سبحان الله اذا جيت ادخل غرفه الدوالي بعين قدبه واحد مخالفني لابس اللبس لابس اللبس اللي ابغاه لابس اللبس يعني ايش معنى هذه؟ ما اخذ قال والله من دونه قلت والله الحلال وتدري ايش يقول؟ ايش عاد تقول؟ تدري ايش اللي غبوا في المشكله؟ لا لا يقول مساك الله بالخير تدري ايش المشكله؟ المشكله تدري ايش؟ نعدل اللبس بقراطيسه عاد قرطس الوكاله عليه هو يلبسها اليوم الاول انا البسها اليوم الثاني يقول والله انا ماخذ الملابس فلان صقر تدري المشكله وشان هي؟ تدري المشكله وشان هي؟ انه يجيك لابسه ويجيك على البث قال تراني اخذت من دراما يعني يبانا يقول على البث رجع 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 حطك تحت الحجر رجع رجع شان يا ولد يجيك يا ولد المشكله تدري احسن بيبي انا اشوف اوله ناطر اسمه ملابسي ناطر معناته ناطر على الفرش حقت السراير قلت انت ماشي والله ما نمشي له انت ولا اني اطالب بكاميرات كذا بس انا اطالب بكاميرات اقسم بالله يفتح الدراب كذا بوجه الكاميرا طلع عندي تيشيرتات يا رجال ما كنت ادريبها ولا شفت الا على ابو عبد العزيز جل يا سلام قول لي نبش ودور الله يجعلني في دار الرجال لا اطالب بالعطر اللي ما انفعت ياك اللي ما انتهى اهداهم رجعوه ما هدا الرجال يدي من الباب عند الباب ولك الله ايه ولك الله من عند الباب هاي لا تعطر كي هاي والله هاي لا تعطر من بعيد عشان ما اكثر بخار تعطر من بعيد هدوا الهدايا ما لا لو قال ما احسن قال والله انت مقابلك برا اسمع مالك من ذا هديه مالك من ذا كله ناصر جي عليه اسلم انا اخذ شيء قد استخدمه ناصر يعني قد لبسه بلوفرات شيء لا ناصر جي رحت انا وعايض وجينا من المستشفى يوم جينا المستشفى طلع مرقنا معي كان لبسه يعني كذا كان فك عدني الحمد لله على سلامه رجعني دخلت بقى اشوف الكيس فكمل بس ادخل بس قدام البث اين المشكله؟ المشكله في فهد بعيا فهد بعيا نفش الدولاب كامل يوم قدر عند رجوله فجاء عاد قال والله نزلوا المقيس عليه دولابين ما بين مشغول لين نموت عايط وحمد الرّ عاد بحاول والله ما حد يسرقه والله انا غير يسرقه انا غير معطب وزد واحد عبد الله الزهراني ما حد بيسرق ملابس اي الحقيقه ما في مقاس جاني نواف السند الله يبيض وجهه وصيته قلت يا ولد عطر الطيب الفلاني والله انها ب 300 ريال زين نقوم كل بقعة ومن أول أسبوع من أول أسبوع يوم جيت الدولاب إلا والله أنا منكسر مكسور ذا اللي جاي يبغى يستخدم ذا اللي هديته لا مو حلال المطلق عطري وفي الدولاب المطلق الليمون المطلق الليمون يوم جاي يبغى يطيب عمره ما أدري كيف قال ملا الطيب طيح ملا غادي شمته عند الدولاب تكسر عاد بعد أنا أشك في الأول والأخير في ناصر قماش خذها عن جنب شكوك ناصر شكوك خذ عن بما عن دولابه على الهواء مباشرة تسلم لا 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 طيب صلوا عن النبي لا يمر نفتح ملفات يمر نفتح ملفات شفت اللي طلقت مرور كرام بالعبان عرفت ايش بخاف مرور كرام بس لا يعمل نفسه ميت من هو؟ مرور كرام انا مرور كرام انا يا حسين بالعبان شرب حليب جعله في العافيه ابو محمد اسمع اسمع صل على التمرير هذه صل على النبي ايش التمرير هذا اللي يقول تقول ناصر بن قماش يمر علي مرور الكرام يعني مرور كرام يمر ما مر علي صل على النبي يمر خلي حامي دولابك ودولاب صقر ودولاب مساعد ناصر بن قماش شوفوا اللي دولابه في مكان ما جعلك تسلم هذا صل على النبي الرجل اسمع حامي ما عاد من هالشيء اسمع دولي فاضي ساعد ولد ولد وين حامي دولي فاضي
وين عاد ياشد؟ ذكر الله ما عاد ملينا الا من المحلات. انا سويت اللي علي. اي انا سويت اللي علي. عوبي عقل فهد حاميها حراميها. اي والله انا سويت اللي علي. قول انا سويت اللي علي. انا سويت اللي علي هذا واحد. الشيء الثاني ايش اللي عندك؟ هات اللي معك. ايش عندك؟ جاز استغفار ودهن عود وثلاث حبات عطر وش هالرقم؟ برشات اسرع ومعطيها مرطبات ومرطبات وقاروره فيها عبس. شوف كيف عرفوا ان الغرض ذي؟ والله يا رجال اول ما تعرفت على ابو فمي كيف نعلمكم السالفه؟ كيف عرفت انت وياه؟ والله اني افتح ذا ابو قبول ازرق اي والله اني افتح دولابه والله اني افتح دولابه بس اسمع بس اسمع بعلم انا افتح دولابك ليه؟ اسمع يا حسين يا فهد يا حسين يا حسين جيبوا لي كاميرتين اقول لك يا حسين تراني طالبك لا اله الا الله واللي بيجي يسد دولاب اسقط سقط يا حسين قول لا اله الا الله لا اله الا الله والله العلي العظيم ما فتحت دولابك اخذ منه ملابس لاني انا جيت وفتحت الدولاب جيت ابغى اشوف الملابس اقسم بالله ما قدرت البسها لاني لو لبستها بيقولوا الناس انت في بث ارجع ارجع انا ما في دولاب امون علي وافتح دولاب قول لي دولاب ضمن يوم قبلناه اول مره فيصل اياه كل شوي ها اميل على دولابه وصار يميل على دولابي قول لي الله يا حسين حسين اول ما جينا البرنامج انا ومساعد عينا ابراهيم ابو فمين عاد احنا ما نعرف ايش ذا الرجال الغريب شوي الا هو فاتح الدولاب ومقايل كذا انت سمعت تذكر البجامه هنا نقول كذا ابو فازلين تذكر الفازلين حق ابو فمين انطوا على الرجال اللي هم تمدد في عد الدولاب ويقول يلا طخ بالفازلين دخلت على الفازلين كذا مخدم سليم قلبه يروح الشراليب قرط طلع ايش ذا المودم اللي حولنا دخلت على اداره السوق امال يريح البوكس معذره والله تقول والله مسجل والله مسجل امال يريح البوكس واللي هناك زبادي مغطى واللي هناك تاب والمايك فوق راسه عرفت؟ يحسب المايك يسرق عرفت؟ المايك فوق راسه والشراليب قرط والشراليب لا مع 60 كتاب هو ان شاء الله قال ودكم انهجده الليله في اداره السوق والله والله برقد عنده هذا اللي ها؟ معزوم عزمت عمري عنده انا هم يستقبل لا والله قدوام قدوام ما عاد يخلص الا فجر ها؟ لا لا ما انت الدوام لا اقول دوام ما انت البث قلت يا ابو عثمان سلم عليك قلت والله الدوام تعال دوام انت جاي هنا دوام احنا جينا دوام ما جينا نتعرف على بعض يا ابو عثمان قال اقول له برا اخويك هنا دوام اسمع يا عوض احنا جايين جاي ادور اخوتك على عيني وراسي لكن هنا باب رزق باب ايش؟ رزق 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 عيالي والله رزق رزق عيالي راح الا ابغى اشوف ايش رايك؟ ايش رايك باللي خذ الحصان امس اوه رعد درام ما علم الحصانه علم